حيث الظهر. أطول التقرير. شوف يا أبو أحمد، أبو أحمد شوف التكحيص عندنا باب ظهر، ندق على الدوريات أقسم بجلالة الله ما يردون، والله ما يردون. شوف التكحيص يا أبو أحمد، ندق عليهم والله العظيم إنهم يسفلون الدوريات واحد واحد اثنين. أوكي طالعين طالعين بلا والله. شوف أبريك الحين، شوف شوف يا ابو احمد، شوف يا ابو احمد، شوف اعمارهم على 16 سنه. شوف يا ابو احمد شنو الحل يا ابو احمد؟ مقفر الظهر والله ندق على طالعين طالعين ولا الحين ما في ولا حد طلع، صار له 3 ساعات. والله العظيم أنصح بتشريع قانون كبس السيارات. أي واحد يقبض عليه أو يثبت عليه إنه قاعد يقحص حطه بدقة أجيبة وأقول هذه سيارتك أكبس لي إياها أساس التوب. ولازم يكون في حزم في الموضوع وتشريع قانون مغلظ. إحنا ما عرضنا شيء ترى بلاوي، إحنا ما لا شنحط كله تكحيص 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 سميناها نشرة التكحيص. آخر تغريب،